كشناني الكاتب العام للمحاسب المعتمدين بالمغرب. اليوم احنا كنجتمعوا باستضافه من السيد رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات ديال الرباط سلاغ قنيطره من اجل النقاش مستجدات ديال مشروع قانون الماليه ديال 2023. هذا المشروع اللي اثار حفيظه مجموعه من المهنيين ولا سيما المهن الحره المنظمه، وبالتالي اليوم حنا مجتمعين مع جميع الفاعلين اللي كيمثلوا هاد المهن الى جانب مجموعه من البرلمانيين من اجل تسليط الضوء على كل هاد المستجدات وبلورات بعد التوصيات والاقتراحات اللي ستتضمن في تقرير شامل يرفعه السيد رئيس الغرفه الى الجهات الماليه. احنا كباقي الفئات من طبيعه الحال هذا المقتضى فاجئنا، لان الضريبه على المستوى الدستوري الماده 39 المغاربه يتحملون العبء الضريبي حسب الامكانات المتاحه. المقتضى ديال الاقتطاع هو عكس النظام الضريبي التصريحي اللي هو نظام تصريحي، وبالتالي الضريبه تفرض على النتيجه الصافيه وليس على رقم المعاملات. وهذا المقتضى اذا تطبق سيؤسس للتهريب الضريبي اكثر منه انه يدخل موارد ماليه اضافيه للدوله، لان الصعوبه ديالو فين كاينه وهو تضريب رقم المعاملات. الور كو اللي خصو يتضرب حسب المدونه هو الماده 8 والماده 25 من المدونه العامه للضرائب، اللي خصو يتضرب هو اما الربح الصافي او النتيجه الصافيه. الظروف الحاليه لا يمكن تجويده، يجب سحبه. وفتح نقاش عمومي من اجل بلورات نظام تضريبي خاص بكل المهن الحره. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.